فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم مشاهدة المباريات على التلفاز؟ لا، المباريات ما فيها فائدة، ضياع الوقت فيها ضياع، إهدار للوقت، وربما تشاهد منكرات فيها لا خير فيها. ووقت المسلم، وقت المسلم أثمن من أن يضيعه في هذه الترهات. ما هي الفائدة من هذه المباريات؟ والله ما أشوف فائدة، لا دينية ولا دنيوية. نعم.